صناعة النسيج في المنسير. نعرف أن الصناعة دي شهدت تحولات في ظل المنوال هذا الحال، والتحولات هذه فرضت عليها نتيجة إلغاء اتفاقيات متعددة الألياف ما بين 95 و 2005، وأخضعت صناعة النسيج التونسية إلى المنافسة الخارجية دون أن يقع تأهيلها فعليا. مش معناها يقع تأهيل، راهو فما عندنا ملف ولا باش نعرج عليه، وملف التأهيل الشامل، فلوس كبيره تعطات للصناعيين هذيه من اجل تاهيل انفسهم للمنافسه، خذوا الفلوس لكن ما اهلوش في القطاع ذا، ما نجمش يصمد. شنو اللي نجر عليه؟ انه القطاع اخضع لسوق عالميه متوحشه يتحكموا فيها المستكرشين، نسميهم احنا لي جراند مارك في العالم. يعني كي نشوف في المساله هذه، كي ناخذ مثلا بور ان جين تونيزيان يتصنع ويتخيط في تونس، الجين هذا تقريبا بيعوه اون مويان اونتر 6 و 7 يورو، يتباع للغرب يتصدر. الجين هذا اللي هو دي لافي ياكل معنا تقريبا حوالي 50 لتر من الماء، اللي هو مش داخل في الكوب. الماء هذا نعطيوه مجانا له. ثم الخدامه اللي يخدموا غادي الاجره نتاعهم اللي يعطيها لهم انا يخلصوهم بها تقريبا توازي ما بين 3.5% إلى 4% من الربح النهائي للجين. الجين هذاك اللي يتباع ويتصدر من تونس بسبع إيروات، نفس الجين هذاك سويفون لا مارك يتباع ساعات أكثر من 150 إيرو. كي نشوفوا هامش الربح كيفاش يتوزع، نلقاو أنه 35% تقريبا تمشي للسوسيتي لا مارك هذه سوسيتي دوناس دورت، فما تقريبا 40% تمشي للمسوق يعني المغازات وغير ذلك التجار اللي موجودين غادي، فما ان كو نتاع ترونسبور نتاع اسيرونس وغير ذلك، وفما تقريبا 17% للمعمل اللي صنعها. من 17% هذيك تلقى الاجره داخل هذيك، تلقى الاجره نتاع المراه اللي تخدم العامله هذيك اللي هي كما قلت لك ما بين 3.5 الى 4%. احنا شو نقولوا في الطرح هذا مثال باش المعمل ما يلوثش ويخدم استاسيون تاع البري تريتمون تاعو، وينجم يستعمل دي برودوي اخرين اللي هما اقل امباكت على الطبيعه الى غير ذلك، يلزم الهامش نتاع الربح نتاع الشركات هذه ينقص. يعني مثلا شو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم انت تربح في سروال جينا ذا مثلا 21 دولار يورو 21 يورو، اذا الشركه هذه شو اسمها الشركه هذه المسوقه الكبيره من غير ذلك تقول ما نربحش 21 نربح 20، يظهر لي قاعده تربح معناها ماهيش حاجه كبيره. افيك ان يورو اونوري دوبلي لي سالير نتاع البدات اللي يخدموا في المعامل، ان يورو سيلمون على كل قطعه. ضاعف الاجر نتاعهم، تحسن لهم ظروفهم وغير ذلك. اذا كان نزيدوا ان يورو اخر ونوجهوه للحمايه نتاع البيئه، تو نجموا فاسيلمون نخلقوا معادله بسيطه جدا، حفاظ على موطن الشغل والحفاظ على بيئه سليمه.